من العاصمة النمساوية فيينا من داخل مبنى الأمم المتحدة أتوجه مشاهدينا الاكارم السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم. احييكم هذه المره مجددا من العاصمه النمساويه فيينا. اقف اليوم في نفس المكان آه التي وقفت فيها قبل 33 عاما تحديدا بهذا التاريخ. السادس عشر من شهر مارس 1989 قبل دخولنا هذا المبنى لتسجيل وكالة أنباء القرن الأفريقي لدى منظمات الأمم المتحدة. طبعا الآن عندما نقول هذا الكلام يستغرب البعد 33 عاما سجلت هذه الوكالة وتم تسجيلها لدى منظمات الأمم المتحدة طبعا هذا تاريخ مديد وما قدمته هذه الوكالة هنالك طبعا شهود وعلى الأرشيف أيضا عامر بكل أنشطة وكالة أنباء القرن الأفريقي واليوم آه يقف أمامي أحد الإعلاميين الكبار الذي وسغ جزءا كبيرا من تجارب وتاريخ وكالة أنباء القرن الأفريقي الزميل خالد لك الشكر والتقدير على جهودك ومواكبتك لنشاط وكالة أنباء القرن الأفريقي اليوم طبعا عادة نجي نجري كل هذه اللقاءات عبر الزوم وكثير منها ايضا اجريناه عبر كاميرا الزميل هنا في فيينا خالد وهو من الاعلاميين وله دور كبير في تغطيه احداث مؤتمرات الامم المتحده ايضا. اليوم اتيت الى هذا المكان ايضا قبل مغادرتي وعودتي الى مكان اقامتي الى المانيا ان اعيد ذكرى حدثت قبل وثلاثين عاما وهي طبعا التحاقنا بمبنى الأمم المتحدة كوكالة معتمدة وأيضا من الوكالات التي صمدت إلى يومنا هذا ولا, ولا زالت يعني هنالك طبعا زملاء معتمدين باسم هذه الوكالة داخل مبنى الأمم المتحدة منهم يرأسهم الزميل عبد الله شريف الوقفة الثانية وقفتها أيضا في عام 2020 عندما بدأت جائحة الكورونا في هذا المكان أيضا أجرينا لغاء لنؤكد بان طلب من العاملين في يعني في مبنى الامم المتحده ان يغادروا المبنى فجاه لانه اكتشفوا حالات مجموعه ثلاثه واربعه اشخاص من العاملين هنا اصيبوا بداء يعني فيروس الكورونا فطلبوا منا مغادره هذا المكان وكان في نفس التوقيت ايضا 19 مارس 2020 غادرنا هذا المكان وبعدها تاسست قناه القرن الافريقي طبعا لاننا اضطرينا او كل الزملاء الذين كانوا يعملوا سواء كانوا موظفين او الصحفيين اضطروا للبقاء في منازلهم ومن هناك كانوا يعملون الا ان طبعا الزملاء يعني رغم كل الصعوبات وتحديدا الزميل خالد ايضا وغيره من الاعلاميين لم يبقوا في البيت بالكمامات كانوا يعملون ايضا داخل المبنى وخارجه ايضا ونحن اليوم هذا الحدث الكبير جدا يعني هو كمدخل اليوم وسنواصل أيضا ما بدأناه بالأيام القليلة المادية حلقة أخيرة باللغة العربية كنت تناولت فيها أيضا أسباب تأجيلي لنشر الجزء الثاني من كتاب الثورة الإريترية في الميزان وبعنوان عود رحلة إلى الماضي كل هذا طبعا وجد إقبال كبير وتعليقات. أنا أشكر الزملاء الذين يعني أهتموا بهذا الموضوع وعلقوا. ليس في صفحتي إنما في صفحات أخرى تناول هذا الموضوع بالنقد والتحليل. واليوم سنواصل أيضا ل لنبين ما غاب من معلومات وأيضا هذا الكتاب أسباب تأجيله شرحته في الحلقة الثانية والأولى لأننا كنا في ظروف حرب. ليس كمبرر انما طبعا في حاله انه وطنك عندما يكون مستهدف من الخارج لا يمكن ان تتناول قضايا خلافيه بين ابناء الوطن الواحد فلذلك نحن التاجيل كان مبرر انما البعد الاخر ينظر اليه طبعا بان هذا كان استفزاز ولماذا يؤجل هذا الكتاب ولا بد الان طبعه نحن الان بعد توقف الحرب الاهليه في اثيوبيا في عام في اكتوبر عام 2022 ايضا بدانا الان نستشم رائحه السلام والسلام كي يتحقق السلام يحتاج أيضا إلى جهود وإلى وقت فالآن الآن طبعا منطقة القرن الأفريقي عموما جنحت إلى السلام إنما طبعا الماضي والمرارات ويعني إثيوبيا خسرت حوالي مليون قتيل في هذه الحرب الأهلية البينية الآن عندما الأخوة بعد مؤتمر بريتوريا وأيضا واصلوا مؤتمرات في كينيا الآن يناقشون كيف يتجاوز هذه المهنة وكيف يضمد الجراح والمعاناة التي تسببت فيها هذه الحرب لذلك كل ذلك الآن سنشرحه بعد ما ننتهي من هذه المقدمة لأن هناك طبعا الآن خلفنا كما تشاهدون مظاهرات كبيرة جدا والمبنى يعني مزدحم ازدحام كبير ولذلك طلعنا من المبنى لنجد فجوة كبيرة لأن المبنى اليوم في مؤتمر المخدرات أيضا فهناك حوالي ثلاثة آلاف مشارك فلا تجد المكان المناسب لشرح قضايا تاريخية كما أفعل أنا اليوم ولكن سنواصل في داخل المدينة أو غيرها اليوم سنكمل هذا الحوار عبر كاميرا الزميل خالد وهو طبعا من المتعاونين الكبار مع قناة القرن الأفريقي في هذا البلد وأنا أشكر كل المشاهدين على صبرهم ومتابعتهم لهذه القناه في الفترة في السنوات الثلاث الاخيره شكرا جزيلا